تم بيان سلمناه السيد الوالي، توضيحات على التمشي نتاع التنسيقيه، تنسيق مع النواب باش يكملوا يوصلوا الصوت نتاع التظاهر هذه ومواطنين صفاقس للمسيره. واحنا في مسار نتاع تصعيد 14 جانفي 2016 راهي مرحلة تلمدنا كلها فيه، المواطنين كل فيها، وان شاء الله باش نكملوا في المسار هذا. موعدنا ان شاء الله مع الحراك الجاي، مع حركة التصعيد الجاي في فيفري ولا في مارس 2016، ستفاجئونا بالمجتمع المدني في صفاقس في تحرك متميز سلمي مدني حضاري كل لفايت صفاقس. صفاقس نحب نخلقوا منها ان باتريموان، تراث. جدودنا حطونا باب الديوان، باب الغربي، باب الشرقي، الجنة، حطونا الغربال وحطونا الزيتون. احنا ما لازمنا نحطوا للجيل الجاي على الاقل بيئة سليمة، يلزم نوفروا للجيل الجاي بيئة سليمة. نخدموا مش على 5 سنين ولا على 10 سنين، نخدموا على 30 و50 سنة باش صفاقس تعاود ترجع أول قطب اقتصادي في تونس بعد اللي كانت الثانية توا السابعة. صفاقس مدينة قاعدة تفقر، هذا الشباب كل تزم له يوعى به. ما عادش نحب عباد تخرج لبرا من صفاقس تعيش برا من صفاقس، اللي ياخو مكاننا الطبيعي هو الجهة هذية، مكاننا الطبيعي هو الوطن هذية، من غيورين على الجهة وإن شاء الله نقدموا قدام. المرحلة الجاية هي التصعيد إن شاء الله.